انت بتقول ايه؟ انت مش عارف الناس صعبه قد ايه يا دكتور عمرو، انت عايش في برج عاجي مثالي. الناس انزل انزل للشارع وشوف مطحنه الحياه، شوف الهرس اللي بين الناس، وشوف الغش، وشوف النداله، وشوف الظلم، وشوف الناس الوحشه، وشوف الناس اللي بتنكر الجميل، وشوف الناس اللي ما بتفتكرش الخير. يا دكتور حسن خلق ايه؟ كتر خيرنا يا دوب على الاخلاق الاساسيه. انت بتقول كلام حلو قوي، بس اول ما هقفل التلفزيون ولا هقفل السوشيال ميديا وانزل الشارع هلاقي عكس كلامك ده خالص. يوم ربنا يدينا منزله جميله تقول لك كمل في حسن خلقك، هي دي المنزله اللي هتساعدك التوكل. شفتوا انا جاي من شفتوا الاحسان شفتوا انا رايح فين؟ شفتوا انا ماشي معاكم بالمنازل ازاي؟ احسان وتوكل. طب والتوكل هيديني ايه؟ التوكل معناها ان انا واخد حقي من ربنا مش من الناس. خلصنا. ما هي الناس دايما منتظره رد الفعل، حتى احنا كل البشر ربنا خلقه كده. انا اديت لك لازم تديني. اي علاقه بين طرفين، اي علاقه، لو انا بديك وانت ما بتدينيش تبوظ العلاقه. لازم كده، حتى اب وام، حتى زوجين، حتى شريكين، انا هفضل ادي وانت ما بتديش تبوظ العلاقه. التوكل بيعمل ايه؟ انا واخد من طرف ثالث. انا انت صحيح لازم يبقى فيه انا باخد من طرف، بس انا اخترت ان انا باخد من طرف ثالث. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انا الموضوع ده انت دخلت طرف ثالث معاك، الله سبحانه وتعالى. يا رب انت وكيلي، انا مش مستني من الناس، انت اللي هترد لي. هو الطرف الاساسي، هو الطرف المالك للملك. يحصل عندك ايه؟ انا مش مستني من الناس. طول ما انت منتظر من الناس مش هتعرف تحسن الخلق، لان ما ردليش. طول ما انت مش منتظر من الناس اسقطت التوقعات. أول ما تبدأ تسقط التوقعات تبدأ تطلع أحلى ما عندك من حسن خلق، لأن وكيلك ربنا. الله، يبقى التوكل بيعمل إيه؟ التوكل بيديك القوة إنك تستمر في حسن الخلق، لأن أنا مش مستني حاجة، أنا معايا الوكيل بتاعي. ووكيلي ما بيضيعنيش.